فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس عندما أقوم بإلقاء محاضرة عن خطورة ترك الصلاة مثلا، فتكون هذه المحاضرة فيها تخويف، يقول هل هذا الفعل صحيح أم أنه من شروط إلقاء المحاضرة أن تكون ترغيبا ثم يأتي بعدها الترهيب؟ وهل الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصباحه على هذا الأمر أن المحاضرة قد يكون تخويفا فقط استدلال صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رغب قبل هذا، رغب ودعا إلى الله، لم يباشرهم بالترهيب، إنما دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام ووعدهم بالجنة، لا يبدأ بالتخويف، لكن يبدأ إذا كنت تريد أن تحاضر عن الصلاة تبدأ بأهمية الصلاة ومكانة الصلاة وعظمتها، ثم تتطرق إلى من تركها، ماذا يجب في حقه، وهكذا. نعم.